عايزين نعرف من حضرتك رد النادي الاهلي على بيان نادي الزمالك اليوم. والله يا كابتن ايمن، العمليه بقت يعني اتدالت على الحد بصراحه، ويجب ان يكون هناك يعني تدخل فعلا بقى جدي، لان كده العمليه دخلنا في مرحله يعني من الغراء بصراحه. يعني النهارده احنا فوجئنا ببيان من طبعا من نادي الزمالك. نادي الزمالك احنا بنقدر جماهيره وبنقدر كيان نادي الزمالك، كنادي الزمالك بنقدر اعضاء جمعيته العموميه جدا جدا جدا. وجينا النهارده اللي في بيان صادر اللي احنا رفضنا استقبال مندوب نادي الزمالك وطردناه، ويعني امور كلها يعني خارجه عن نطاق الاحترام، وامور كلها كذب. النادي الاهلي ليه مبادئ، ليه قيم، ليه تقاليد ملتزم بيها، وقلنا الكلام ده اكتر من مره، مش حدش هيخرجنا عن تقاليدنا. كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ملتزمين بالمبادئ والاخلاق، وفي حاجات شواهد كتير جدا جدا، بس للاسف الناس بتنسى. واحنا كمان اتعودنا في النادي الاهلي، وانتوا كلكم عارفين يعني مفيش مسؤول في النادي الاهلي معتاد الظهور في الاعلام، مفيش مسؤول في النادي الاهلي معتاد الظهور على صفحات السوشيال ميديا، يعني مفيش مسؤول في النادي الاهلي لو قال كلمه بيكذب فيها. النادي الاهلي اي مسؤول، حتى لو لاعب، حتى لو عضو، حتى لو عامل، لو كلمه اتقالت لازم تكون متحرك فيها الصدق جدا ويتحمل مسؤوليتها. مظبوط. النهارده النادي الاهلي يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، ولكن انا بس بنرد على هذا الكلام، او يعني عشان الناس يبقى فيه الراي العام يبقى عارف كويس جدا. وبنستشهد يعني برضو نفس القصه بالشعب المصري، زملكاوي واهلاوي وكل فئات الشعب المصري. البيان طبعا زي ما حضراتكم شفتوه، اللي هو اللي احنا طردنا المندوب. طبعا اول حاجه احنا استقبلنا مندوب نادي الزمالك، واستقبلناه اللي كان معاه الدعاوي، طبعا استقبلناه بشكل محترم جدا، وهذا الكلام مسجل صوت وصوره، ويمكن سبحان الله يعني الكاميرات الحمد لله داخل النادي مسجله صوت وصوره. والراجل تم استقباله وتم تجي الساعه 5 بعد ما عمل رسميه، وقلنا له وبلغناه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو النهارده بيستشهد بالشعب المصري والقصه دي كلها كيف يعني. انا عايز بس اوضح حاجات معينه، يعني زي مجلس اداره النادي الاهلي يعني هيقبل دعوه ويشارك في احتفالات، يعني دعوه موجهه من واحد اساء لشعب مصر بالكامل. مفيش ام في البيت في شعب مصر ما سلمتش من الاساءه. لو احنا النهارده بقى بندعي هذا الكلام او بنفترض هذا الكلام، حد يقول لي لا انت مزودها. مفيش حد في مصر النهارده يعني سلم من اساءة هذا الشخص. طب وبعدين هنوصل لايه؟ خلاص ازاي احنا نقبل النهارده نروح نشارك في حفله وبنستشهد بالشعب المصري برضه كله، زملكاوي او اهلاوي؟ ثاني حاجه، الحاجه اللي هو يعني مجلس الاداره النهارده المفروض اللي هو يقبل دعوه لشخص سب وشتم النادي الاهلي ورموزه وقياداته وكل الاتهامات كل يوم، انت ده بصفه يوميه. هو انا عايز اسال، هو في حضرتك برنامج قناه الاهلي قائم على النادي المنافس؟ ده انت حضرتك يوما ما حللت ماتش الزمالك اللي فات، حضرتك اول حاجه كان معاك كابتن حلمي طولان هنيته نادي الزمالك. ما هو دي بقى لو انت بتقول مبادره عشان خاطر يعني نسيب الفتن ونشوف وحده الصف والكلام ده كله. طيب النهارده ازاي انت عايز نقبل دعوه وانت اهنت رموز النادي الاهلي؟ شتمت كل النادي الاهلي، شتمت اعضاء النادي الاهلي، واتهامات ليس لها اي دليل، ازاي هنقبل هذه الدعوه؟ الحاجه الاهم بقى النهارده، انت بتقول يعني المفروض اقبل دعوه وانا مقدم 13 بلاغ لمعالي النائب العام، 13 بلاغ لمعالي النائب العام، واحنا واخد النهارده وزي ما احنا شايفين يعني هنقول ايه؟ انا مش عايز اقول في الاخر انا بثق في القانون المصري، النادي الاهلي يثق في القانون المصري، كابتن محمود الخطيب يثق في القانون المصري، يثق في مؤسسه الدوله المصريه. يعني في حاجات احنا متحاملين مسؤولياتنا ومقدرين الدوله المصريه في ايه النهارده، والنادي الاهلي ما تهانيش يا كابتن ايمن، حد سمع مسؤول في النادي الاهلي خرج عن النص عمره؟ لان كل واحد قاعد على كرسي في النادي الاهلي مقدر مسؤولياته، وقلنا الكلام ده قبل كده. صحيح. النهارده يعني انا هقول تاني برضه، انا مش عارف بصراحه ربنا، يعني الواحد بقى يعني وصلنا يعني خلاص بقى فاضي الكيل بصراحه، ولاجب ان يكون هناك تدخلات. انت ما فيش جهه في مصر النادي الاهلي ملكش بيها، لان ما زلنا متمسكين بالقانون، ما زلنا متمسكين باللوائح، كابتن محمود الخطيب ما زال متمسك باللوائح، متمسك بالقانون، متمسك بالاخلاق. انت بتطبق لوائحك وقوانينك على اعضاء الجمعيه العموميه وعلى لاعبينك قبل اي حد، لانك انت عارف كويس قوي دورك ايه في المجتمع، عارف كويس قوي الرساله اللي انت بتاديها ايه، عارف كويس قوي ازاي انت النهارده بتطلع جيل ونشئ، عارف كويس قوي حاله البلد اللي هي فيها ايه. عشان كده النادي الاهلي دايما ملتزم الصمت، ويمكن هناك كثير من الاهلاويه ويسمعونا كويس دلوقتي جدا، ازاي انتوا النهارده ساكتين؟ طب اما بيعرفوا الخطوات اللي انت بتعملها بيقول لك لا انتوا عندكم العيب، انتوا كده عملتوا اللي عليكم زياده. يجب ان يكون هناك تدخل لدوله القانون اللي احنا كنا بنثق فيها، يجب ان يكون على كذب بعد كده النادي مش
تمام. بعد كده احنا قابلنا مندوب نادي الزمالك بمنتهى الاحترام، قابلنا مندوب نادي الزمالك وتوصل لغايه الباب، ولو فيه لو عايزين الصوت الصوره وكل حاجه فهذا الكلام طبعا مرفوض تماما. ولكن ما ينفعش في حد برضه عايز يقول لنا المفروض تقبل الدعوه يقول لنا طب هنفعل القانون ازاي بعد اذن حضرتك؟ يعني احنا بنمد ايدينا وملتزمين بكل المبادرات وبنمد ايدينا بالسلام، بدليل ان احنا كنا في مباراه الاهلي والزمالك، المباراه كنا في ضيافه نادي الزمالك الحمد لله، اما المباراه بتبقى في ضيافه النادي الاهلي يسال على هذا اعضاء مجلس اداره الزمالك بيتعاملوا ازاي، يسال على هذا لاعبين نادي الزمالك بيتعاملوا ازاي داخل النادي الاهلي. وكان لسه عندنا مباراه النادي الاهلي طايره ناشئين 19 سنه، ده يمكن انت النهارده وصلنا احنا بنشوف كم خدمات بتنزل من كتر الخوف، وفي الاخر الناس بتمشي. يا جماعه الرياضه مش كده، النهارده كابتن ويس سليمان اما راح دار كابتن محمد عبد الشافي، ودي يعني لفته طيبه جدا، العلاقه طيبه جدا بين اللاعبين، العلاقه طيبه جدا بين الجمهورين، العلاقه طيبه جدا بين المسؤولين وبعضهم. ولكن هناك من يريد ان يحدث فتنه، يجب ان يسال، يجب هذا الرجل ان يسال انت عايز توصل لايه؟ النادي الاهلي اتحمل كتير جدا، اتحمل من الضغط كتير جدا، مجلس اداره النادي الاهلي على راسهم الكابتن الخطيب اتحمل ما لا يتحمله بشر. وكلنا انا يعني مش هقدر اتكلم على كابتن عشان عيب، يعني مش هنزعل على حد، كابتن محمود الخطيب اتحمل ما يتحمل البشر، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي نفس القصه، اداره التنفيذيه في النادي، اعضاء جمعيه عموميه، لاعبين نفس، ما فيش حد في النادي الاهلي مش متحمل هذا الضغط. ورغم كل ده النادي الاهلي عمره ما عاتب حد، النادي الاهلي بيعاتب نفسه، لو في اي اخفاق بيعاتب نفسه وبيجري عشان يشوف ازاي يصلح ويقف جنب لاعبته، لكن ما بنرميش يعني انا اسف ما بنعلقش شماعتنا على حد. ولكن هناك وفي النادي برضه انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن، احنا ما عندناش ابو سنيده بصراحه ربنا عشان خاطر نقدر نقول كل شويه اصل ده مش احنا. هناك في يعني التسجيلات موجوده، صوت وصوره موجود، هقبل دعوه وانا بشهد شعب مصر كله، لو الشعب المصري اهلاوي وزملكاوي يرضى بهذا الكلام هنقبل دعوه لشخص سب امهات مصر كلها. لو حضرتك انت شايف ان في حاجه غلط في الكلام اللي بقوله قول لي انت متحامل شويه يا محمد. انا لا بالعكس بالعكس، احنا شايفين موقف النادي الاهلي موقف اكتر من رائع. بس انا عايز حد مسؤول النهارده، انت بتقول مين اللي عايز فتنه؟ وقلنا الكلام ده اكتر من مره، انت في مباراه الاهلي والزمالك السوبر في برج العرب كان يعني عايز اقول لك كان عرس رياضي العالم كله يشهد بيه، الزمالك والاهلاوي رايحين مع بعض البرج، المباراه خلصت الحمد لله رب العالمين. برضه يعني هو نفس القصه، عايز يعمل مشكله، عايز يثير الفتن لصالح مين؟ على فكره مؤسسه الدوله تعلم هذا جيدا، المسؤولين يعلموا هذا جيدا، بيتقال لنا كتير الصبر، احنا صبرنا بقى فيه كفايه، ولكن مش هنوصل في الاخر نتهم ونقعد ساكتين اكتر من كده. هناك بلاغات لدى السيد النائب العام، هناك بلاغات لدى الجهات المختصه، احنا بننادي ارجوكم عشان خاطر ما يحصلش فتنه، ارجوكم يكون هناك حد لهذا الموضوع. ما عندناش حاجه ثانيه نقولها، النادي الاهلي بيصدر بيانه دلوقتي بالشكل المحترم، احنا بنقدر نادي الزمالك وجماهيره كويس جدا جدا، واعضاء الجمعيه العموميه نادي الزمالك بنقدرها كويس جدا جدا، ويسال على ذلك ثاني لعيبه نادي الزمالك، ويسال على ذلك ثاني اعضاء نادي الزمالك والنادي الاهلي، هناك كثير من النادي الاهلي اعضاء في نادي الزمالك والنادي الاهلي. وبرضه انتم ممكن كاس الاهلي تنزل تبقى موجوده، النهارده انتم عملتوا مبادره قناه الاهلي اول مره تعملها، دعوه كابتن حمدي طولان في الاستوديو التحليلي، اول حاجه حضرتك وكابتن باركتوا لنادي الزمالك. مظبوط. رغم ان في ناس اللي بقى المتعصبين بيلوموا على النادي الاهلي، بيلوموا ازاي انت بتبارك نادي الزمالك؟ لا هو دي الرياضه، هو ده اللي احنا عايزين نوصله. هي دي الروح الرياضيه اللي احنا اتعلمناها في النادي الاهلي. هو ده الكلام يا كابتن ايمن، عايزين نقبل دعوه من حد اهان كل رموز النادي الاهلي؟ بيتهمنا احنا عايزين نتحاسب، مش انت بتتهمنا احنا عايزين نتحاسب. انا بطالب دلوقتي اهو انا يا فندم لو احنا متهمين نتحاسب، ولكن القانون يطبق على الكل. صحيح، ده اللي احنا طالبينه، وده الرد بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي متمسك بمبادئه، متمسك باخلاقه، متمسك بقيمه، لغايه اما نمشي بينا من غيرنا النادي الاهلي هيكمل. احنا بنكمل، احنا قاعدين النهارده يعني قابلين 1907 لغايه النهارده رؤساء مجلس اداره نادي الاهلي ولاعبين، وكل الناس تشهد باخلاقها، تشهد باحترامها. صحيح، كل ده الناس تبقى واعيه ليه كويس قوي، لكن احنا ما بنتكلمش كتير. لو كان الكلام كتير عشان نثبت حاجات لدى الراي العام، لا احنا قادرين اللي احنا نتكلم، ولكن احنا بنراعي الدوله المصريه وحاله البلد اللي هي فيها، واحنا بنساند مؤسسه الدوله المصريه. والكلام ده قاله كابتن خطيب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في اكثر من مناسبه، هو بيناشد وبيساند وبيشكر الجيش والشرطه، النادي الاهلي بجماهيره دايما في ظهر الجيش والشرطه، في الجيش وظهر الشرطه المصريه، النادي الاهلي دايما هو وجماهيره مجلس اداره وجماهيره في ظهر مؤسسات الدوله.
فاحنا المفروض هنوصل لايه؟ احنا بيتقال لنا كتير جدا نصبر، بيتقال لنا كتير جدا نسكت، طب لغايه فين هنسكت؟ هذا الكلام مرفوض تماما، هذا الكلام غير مقبول تماما في بيان من النادي الاهلي لرد على هذه التجاوزات. يعني خلاص كفايه بقى، لو انا في حد من الموجودين مع حضرتك او حضرتك عندك اي اعتراض على كلمه انا قلتها، حضرتك قول لي احنا معترضين على الجزء ده. لا لا طبعا مفيش اي اعتراض، وبنشكرك شكرا جزيلا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.